يقال إن الأحزاب الإسلامية في تركيا لم تهتم كثيراً بالتنظير الفكري، فهي اقتبست معظم طروحاتها الفكرية من مفكرين خارج الحدود. المرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف كان يقول: حزب السعادة في تركيا يمثل الإخوان المسلمين هناك، فهل الحزب اليوم هو امتداد لجماعة الإخوان المسلمين؟ كيف قرأ مسيرة الإخوان المسلمين خلال السنة التي حكموا فيها البلاد؟ وهل يتفق مع سياسات الرئيس اردوغان تجاه مصر ودول الجوار؟ اهلا بكم الى الجزء الاخير من الحوار مع حسن بتمس نائب رئيس حزب السعاده التركي. حزب السعاده خرج حزب السعاده من رحم حزب الفضيله الذي حل بقرار من محكمه الدستور التركيه عام 2002 انتخب المهندس محمد رجاء قطان زعيما للحزب. لم يتمكن حزب السعادة من دخول المجلس النيابي بسبب فشله في الحصول على نسبة 10% من أصوات الناخبين عام 2002 وما يزال غير ممثل في البرلمان انشق رئيس الحزب نعمان كورتول الموش وشكل حزب صوت الشعب عام 2010 يترأس الحزب حاليا مصطفى كمالك بعد فوزه عام 2014 على منافسه فاتح أربكان نجل مؤسس الحزب الاستاذ حسن بيتماز نائب رئيس حزب السعاده التركي اهلا وسهلا فيك اهلا بك اريد ان اسال فيما يتعلق بالحزب السعاده كحزب ذو ايديولوجيا اسلاميه وخلفيه اسلاميه بعض الدراسات تقول انه في تركيا لم يكن هناك مرشدين روحيين بمعنى منظرين فكريين للحركه الاسلاميه التي تطورت الى حزب السعاده وانما كان نوع من التلقي والترجمه من لغات اخرى الى التركيه. هل كان من مفكرين اسس اساسيه لعبت دور اساسي في بناء التجربه التركيه بشكل مختلف كليا عن التجارب الاسلاميه في بلدان اخرى؟ يعني صحيح ان التركيه تاثرت من ترجمات مختلفه. يعني من من عالم العربي او عالم الاسلام كلها يعني آه بعد انخيار الدولة العثمانية أو بعد الخلافة العالم الإسلامي ممزقة هناك دولات آه تحت الاستعمار آه والتركية آه قطع علاقته من الماضي بتغيير الاس... بتغيير الخروف نعم. يعني آه ومعناه هذا أيضا احتياج آه آه اه 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 إيجاد, آه ايجاد الشخصيات الفكري العلمي مناضلي في تركيا هذا كان موجود بعد الحلافة أيضا وخمسينات ستينات يوجد هناك شخصيات كسعيد نورسي كنجيب فازل كالاستاذ نجم الدين اربكان طبعا استاذ نجم الدين اربكان رجل سياسي رجل علمي رجل فكري ورجل مؤسس يعني وتركيا <ؤلف> بعد عن ميناء الغرب وتحرك إلى ميناء الشرق الإسباع. أو الإسلام no. بجهد الأستاذ أربكان يعني <أكلم> yani الأستاذ أربكان بدا عمل سيا... يعني بدا سياسته في السبعينات يعني بمن تاثر اذا قلنا انه الاستاذ نجم الدين اربكان كان هو الاب الروحي لكل الحركات الاسلاميه في تركيا من كان ابوه الروحي لنجم الدين اربكان الاستاذ اربكان لا نستطيع ان نقول هو كل اب الروح للحركات الاسلاميه يعني لان هناك السيد نورسي هو قبل قبلها كان لكن كان يتحدث عن حاله اسلاميه يعني ويغلب عليها التصوف بشكل كبير نعم استاذ اربكان هو تربيته ايضا كانت صوفي يعني استاذ نقشبندية نعم يعني ولكن استاذ تربى في جامعه ودرس في الخارج يعني وعنده انتاجات للصناعيه يعني هكذا وأستاذ بدأ أن يفتح الطرق المشاكل أمام الطرق الناس نعم بدأ الطريق فتح الطريق مهم. والناس بدأوا أن يتكلم يعني بعد السبعينات تطور هناك المفكرين أو إسلاميين ماذا نقول هذه الشكل في البداية تأثروا من الترجمات ولكن عند الاستاذ لا ترى مؤلفات ولكن هو يوجد عنده اجراءات كان عملي اكثر من عملي اكثر من, من شيء واعطى فكره ليس فقط للداخل التركيه بل خارج التركيه اعطى فكره وفتح الافكار بدا بدا الناس ان تحيلوا طبعا في عالم الاسلام في نفس الوقت او قبل الاستاذ اربكان حسن البنا جماعه اخوان مؤسس المسلمين مؤسس الاخوان المسلمين في, مؤسس الإخوان في مصر الاخوان المسلمين حين الوقت كان تحت سيطره الانجليز في مصر. وكان هناك نقص الايمان التربوي نعم بنفس الوقت في الجنوب اسيا المودودي نعم. هو سياسي والتربوي نعم هل افهم من كلامك انه استقى من افكار او اخذ الاستاذ نجم الدين اربكان من افكار الاستاذ حسن البنا والاستاذ المودودي ويعني ولعبت دور كبير هذه الافكار في صياغه الحاله الاسلاميه في تركيا استفاد منهم ومن تركيا الاشخاص اخرى يعني نعم. من كل الاشخاص عنده كفاءة أستاذ كان استفاد منهم كيفية العلاقة الآن لو أردنا أن نتحدث عن جماعة الأخوان المسلمين كجماعة فكرية لها أدبيات لها فروع في أكثر من بلد عربي وإسلامي وحزب السعادة التركي أو الأحزاب التي أسسها الأستاذ النجم الدين أربكان أين يلتقيان مع جماعة الأخوان المسلمين وأين يختلفان على صعيد الطروحات أو على صعيد الأدبيات الفكرية؟ يعني في الاساس اختيار الطريق السلمي نحن نتفق معهم ولكن بسبب مشاكل البلاد او اداره البلاد هناك اختلاف هذا الاختلاف ليس المشكله يعني اختيار الطرق اخرى يعني لا يوجد عندنا اي مشاكل المرشد العام السابق محمد مهدي عاكف كان هو يقول أن الحزب السعادة في مصر هو إخوان المسلمين، نعم. أن الإخوان المسلمين في تركيا هو حزب السعادة كان يقول هذا أظن مم. هذا يلخص العلاقة بين علاقة بين بيننا. بين يعني لنا علاقة قوية ارتباطات طبعاً مم. عندهم هم تجربة الدولة والدولة مع الدولة يجب أن يكون هناك علاقة. جماعة الإخوان المسلمين في مصر لها في الغالب لقاءات تنسيقية تنسق بين فروعها. في العالم نعم. العربي والاسلامي هل انتم تشاركون في هذه الافرع يعني في هذه التنسيقيات في هذه الفروع لا يعني لا نشارك ولكن احيانا هم يدعونا ونحن نلتقي معهم عندنا نستطيع ان نقول يوجد تنسيق يعني بين حركه حزب جماعة الاسلام في باكستان اخوان المسلمين حزب السعاده وبعض السودان، ماليزيا، وبعض الحركات ايضا يشاركوا، عندنا يوجد تنسيق في كل سنة أربع مرات، يعني هذا تنسيقي ولكن تنسيق أربع مرات مع هذه الأحزاب؟ نعم تحصل حركات لقاءات أساسية. مع الحركات الإسلامية، نعم. يعني منها الجماعة الإسلامية في باكستان والإخوان المسلمين في مصر، أربع لقاءات أربعة خمسة على حسب يتغير، نعم كل سنة نعم كل سنة أو أكثر م. و ولكن و... التنسيق او ال... الاجتماع بينهم انت كنت تسال هذا هو ليس هذا. نعم. غير هذا نحن نتفق نتشاور اوضاع العالم الاسلامي نعم. أو... نعم. أو... بخلاف الفروع يعني اجتماعات فروع لا الإخوة المسلمين لا نحن هذا ليس اجتماعات فروع بل تنسيقي بل بل تنسيقي مع جماعه نعم. الأخوة المسلمين ايضا سالنا الاستاذ محمد جول حول الخلفيه حزب السعاده او الخلفيه التي استطاعت ان تؤثر الفكريه الاتيه من العالم العربي والاسلامي التي اثرت في الاستاذ نجم الدين اربكان وفي احزابه وكانت الاجابه كالتالي ربما يمكن القول ان مرحله الثمانينيات ومرحله السبعينيات هي المرحله المؤسسه لما يمكن تسميته بالاسلام السياسي في تركيا في تلك المرحله التاريخيه تحديدا دون غيرها نستطيع ان نقول وبوضوح ان تركيا كانت هي المستفيده وربما المستفيد الاكبر من جماعات الاخوان المسلمين يعني ربما يمكن القول ان حزب واحزاب نجم الدين اربكان كانت تتمتع بعلاقه وطيده وجيده مع ما يمكن تسميته بالتنظيم الدولي للاخوان وفي تلك الحقبه كان هناك نوع من انواع الاستفاده الماديه والاستفاده المعنويه وانفتاح كبير لاربكان كان الى الدول العربيه والاسلاميه جلب هذا الانفتاح الكثير من المنافع الدنيويه والمعنويه لاحزاب نجم الدين اربكان لكن طبيعة السياسة التركية وطبيعة مجريات الأمور في, في تركيا غيرت الأمور في ظل أن أحزاب الإخوان أو حركات الإخوان في العالم العربي لم تكن لديها أفق سياسي ولم تستطع عمليا أن تصل إلى السلطة أو أن تتحكم في مصائر السلطة في بلدانها بينما الحركات في تركيا أو أحزاب أربكان وصلت إلى السلطة بشكل أو بآخر تتفق معه مع الاستاذ جول فيما يتعلق بانه التجربه السياسيه التركيه كانت انضج لكن ايضا التجربه التركيه الاسلاميه اخذت الكثير فكريا وتحديدا من التنظيم الدولي لجماعه الاخوان المسلمين لا اتفق لان وضع الدول يختلف نعم يعني صحيح استفاده ممكن ولكن لو نقول نقل مباشر هذا ليس لا, ينقل. لا يعني لم يحصل عمليه استنساخ للهيكل التنظيمي للاخوان المسلمين في تركيا لا على الاطلاق على الاطلاق والتقارب هو تقارب ايديولوجي فكري نعم م. ايديولوجي فكري عملي نعم. ولكن يعني بل هناك اتفاق يعني الاخوان ليس له تنظيم في تركيا نعم يعني للاخوان ليس لهم فرع في تركيا ليس لهم تنظيم. تنظيم تنظيم او فرع يعني كيف يقال لا اعرف يعني عند الاخوان يوجد تنظيم في بيروت نعم لبنان. في لبنان يوجد عنده تنظيم في الجزائر نعم له تنظيم في مصر في تركيا غير موجود غير موجود م. الان بسبب المشاكل مصر هناك يوجد مصريون كثير لهم تنظيم خاص داخل العرب ممكن لكن كمصريين ولكن كاتراك كمصريين وعرب كاتراك لا يوجد تنظيم بسبب من الممكن نقول اتفاق مع الاستاذ ربكان في البدايه نعم يعني افهم من كلامك انه قد يعني لم يتجه الاخوان المسلمون الى بناء تنظيم لهم في تركيا باتفاق مع الاستاذ نجم نستطيع بالاتفاق يعني لا اعرف هل هناك اتفاق ام لا ولكن كما قلت المرشد العام السابق الاستاذ مهدي عاكف كان مم. يقول انه حزب السعاده مس... هم الاخوان المسلمين في نعم تركيا نعم كان يقول هذا ولكن طبعا نحن حزب ال... كحزب التركية نعمل قوانين التركيه عندنا الدستور ون... مم. مم. طبعا القانون يختلف عما هو طبعا. في مصر وبالتالي اللوائح ايضا المنظمه للعمل الحزبي ايضا تختلف أستاذ حسن الآن كيف تقرؤون المشهد بما أنه أتينا على ذكر الإخوان المسلمين في مصر ما موقفكم مما يحصل في مصر هل ترون أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر هي بالفعل تتجه نحو العنف وبالتالي ما, ما, ما تتهم به من أعمال إرهابية في سيناء وغيرها أبدا هو صحيح أبدا يعني لا نستطيع أن نقول أو انهم يتجه الى التطرف او الارهاب، هذا غلط بل عكس. يعني من بدايته الى الان نعم. اخوان ابدا ما اسلك طريق تطرفي ارهابي بل سلمي سياسي وتربوي. من من الذي يقوم برايكم بالعنف في مصر الان؟ يعني مصر الان طبعا هناك بعد الثوره هناك اخوان حصل الى السلطه وبدا آه آه عمل سياسي آه واسع <applause> آه من كان آه غير راضي عن هذه الوضع هم الان يتهمون او فلول ماذا يقال بالعربي فلول, فلول الحزب الوطني او النظام آه نعم السابق نظام نعم السابق يتهمون؟ يتهمونه نعم نعم للاخوان طيب تعاطي الحكومه التركيه مع الحاله المصريه بما أنه اتينا على ذكر آه الموضوع المصري ووجود نسبة كبيرة من الإخوان المسلمين الآن في تركيا بل البعض يقول أنه أغلب التنظيم الداخلي يعني في مصر هو انتقل إلى تركيا. هل ترى أنه علاقة جيدة؟ الموقف التركي موقف جيد؟ موقف مبدئي؟ هل ينعكس إيجابًا على الوضع الداخلي في مصر أم لا ينعكس أيضًا إيجابيًا من وجهة نظركم يعني؟ يعني كدولة كدولة التركية أو حكومة التركية يجب عليهم أن يلعبوا دورا غير وضعهم حاليا يعني لو أنت دولة هناك دولة يجب عليك أو بأسلوب رجال الدولة أو أن تكون الدبلوماسية هي لو تقطع, للاقات. لو تقطع علاقة مع دولة مصر من سيحمي حقوق الإخوان؟ <applause> يعني كحزب حزب العداله والتنميه ممكن يتكلم بعض الاشياء صوت العالي نعم ولكن للحكومه يجب ايجاد الوصول الى نتيجه تبني جسور بين الطرفين إذا ان تشكل نوع من الحوار تقصد ان هي نعم يعني كان يجب علي على تركيا حكومه تركيا ان يقطع علاقات الخوار مع حكومة المصر ممكن اخوان لا يستطيع لحفظ او لحمايه الاخوان او لحفظ حمايه حقوق الاخوان كان يجب على تركيا بطريقه مختلفه لان لو انت تتكلم مشاكل الخارجي شعارات داخلي هذا لا يتناسب يعني الموقف التركي كدولة انعكس سلبا على حقوق الإخوان في مصر نعم هذا ما تريد قوله أنا أقول هذا وبالتالي كان يفترض أن يكون عبارة عن قناة اتصال نعم بين الدولة المصرية وما بين جماعة الإخوان المصرية. هذا ليس مج... ليس لن يكون مجبورين أن يكون علنيا أنت دولة, دولة يجب عليك يعني لو تقول حزب السعادة اذهبوا نعم. أنتم تكلموا معهم أو حزب فلان أنت اذهب وتتكلم يعني يجب عليك أن عليهم أن يحلل المشكلة المهم حل المشكلة, حل, المشكلة حل الموقف التركي أو موقف الرئيس رجب طيب أردوغان تحديدا نعم. من الوضع في مصر أو من وضع الأخوان في المنطقة لانه انعكس هذا الامر توترا في العلاقات التركيه الخليجيه ايضا. نعم. هو موقف مبدئي، يعني نابع من قناعه ذاتيه لدى الاستاذ او السيد اردوغان، ام له اسباب اخرى قد لا تبدو معلومه لدينا؟ لا اعرف ولكن في في الاساس كما قلت هو تخالف الوضع ان يكون. يعني سار في طريق غير التي يفترض ان يكون بها يناسب له نعم طيب في العلاقه السوريه الغريب انه تركيا في عهد العداله والتنميه بنت كثير من الجسور مع الدول العربيه وكان هناك ما يعرف بالشراكه الاستراتيجيه مع سوريا وكانت ايضا بصدد بناء شراكه استراتيجيه مع مصر ومع دول الخليج لكن كل هذه الامور انهارت تماما بعد ما يعرف او يسمى بالربيع العربي الموقف التركي في في الوضع السوري كيف كنت تقرأونه انتم في حزب السعاده ومعلوم انكم زرتم سوريا بعد الازمه في سوريا ووقفتم الى جانب النظام وقلتم ان هناك مؤامره تجرى على سوريا بحسب ما كانت تنقل بعض وسائل الاعلام عنكم ما وقفنا ب نظام سوريا ما وقفتم الى جانبه تقصد ما ما وقفنا من الممكن ان في الخارج يفهم هكذا لكن ذهبتم الى سوريا ذهبنا الى ذهبنا الى سوريا و التلق... التقينا مع المعارضه و تكلمنا معهم تجربتنا مم. يعني الرئيس حزبنا عندما زار سوريا ما اخذ من تركيا اسلحه الثقيله لان يعطي الى رئيس سوريا لان يقتل الناس بل ذهبنا إليهم وأعطينا لهم فكرتنا كيف سيكون مشكلة أو ما هو وظيفتهم لكن في تصريحات للرئيس الحزب يقول أن هناك مؤامرة أمريكية على سوريا هذا هو ليس أمريكية صهيونية أم. أن عند الغرب عندهم فكرة على سوريا يعني هل نفكر أن أمريكا يفكر مصلحة شعب السورية في في سوريا يعني؟, يعني؟ هم يتكلمون او يريدون ان يدخلوا الى سوريا لاجل مصلحة الشعب السوري؟ لا هم عندهم فكره في هذه الارض نعم ونحن نقول يجب علينا ان ننتبه وقلنا في البدايه كتركيا في تركيا نحن نخاف ان يحدث في تركيا كما حدث ماذا حدث في العراق طيب. دخول الاجانب نعم. ونزول الدم بين بين اهل البلد بين يعني اقتتال نحن داخلي نخاف من هذا في الاعلام التركي المعارض تتهم الحكومه التركيه بانها تمول وتسير وتنظم وتغض النظر عن جهاديين ياتون من اقطار العالم للدخول الى سوريا ما هذه الاتهامات برايكم يعني هو هم لا يعترضون على هذا الحكومة, الحكومة لا تعترض لا تعترض يعني تعلم أنه في مج... جهاديين أو مقاتلين يأتون وتغض النظر عنهم يعني هم ما صعدوا باسمهم جهاديين هم صعدوا بتأييد المعارضة ولكن في نفس الوقت نما الجهاديون م. يعني, يعني تركيا كان... ليست ضليعة أو متورطة في دعم الجماعات المتشددة مثل جبهة النصرة وتنظيم الدولة المعروف بداعش. نعم هم أيدوا بس باسم المعارضة نعم. يعني كان نيتهم أنا أستطيع أن أقول هنا نيتهم ليس أن ليس ان يوجد هناك القائده او نصره أو في سوريا في سوريا لم يكن هدف الدوله التركيه نعم. وجود هؤلاء في سوريا نعم. الهدف التركي لتأييد المعارضه في الداخل السورية او ان يكون جسرا تركيا في هذه العمليات نعم. هو لتأييد المعارضه الداخليه <applause> او اسقاط النظام السوري نعم لاجل هم اعطوا ولكن أنا لا أؤمن أنهم أيدوا داعش أو نصرة أو قاعدة في طيب على ذكر داعش وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو يقول عن عدد المواطنين الأتراك الذين يقاتلون في صفوف داعش يبلغ ما بين 500 إلى 700 شخص كانوا قد التحقوا بهذا التنظيم بحسب قوله في الحاله التركيه برايك هل بعض التقديرات كما تقول بعض الصحف التركيه انه يبلغ حتى 3000 مقاتل تركي داخل هذه التنظيمات لكن التصريح الرسمي يقول حوالي 500 الى 700 ما بين 500 الى 700 الى اي حد السياسه التركيه ساعدت او ساهمت بخلق هذه الظاهره برايك وكيف يمكن ان تكون تداعيتها على الوضع التركي يعني اولا التركية في نظام التعليم لا يعرف حقيقة الإسلام منهج يعني الشباب منهج التعليمية منهج التعليمية لا يعلم الشباب أو الطلاب حقيقة الإسلام نعم عندما يرى الناس بدون حبر عن الإسلام حقيقة الإسلام يرى هناك أشكال يقدم إسلام و... شكليا نعم وهو يفهم هذا هو الاسلام ممكن ينتمي على على هذه الطرق غير صحيحه لكن هل هو سبب كافي يعني اذا قلنا أن المناهج التعليميه لا تعرف بالاسلام المعتدل او بي يعني بروح الاسلام الحقيقيه تدفع هؤلاء الشباب للالتحاق بمثل هذه التنظيمات. ألا يمكن هناك أسباب أخرى؟ في أسباب أخرى، ولكن يجب علينا أن نعرف هذا. هو يعني لو يو لو يو لو تعرفتم، لو تعرف تعلمتم لهم حقيقة الإسلام، ممكن لا تنتمي إلى هذا. ولكن أه. هناك هذا شيء الأول، شيء الثاني سياسة التركية. يعني فتح الباب الدخول إلى أه سوريا سوريا. م. يعني يقال هناك داعش يدفع الناس مبالغ مرتب لمن, يدفع لمن, لمن؟ ينتمي له من الاتراك ليس من الاتراك ومن غيرهم نعم أقصد. يعني ويوجد, ليس بطالة ليس ليس يجد... نعم. نعم. ويوجد بطاله في تركيا الناس ليس العلاقه مع مع الدوله نعم ويوجد بطاله في تركيا الناس يذهب اليها ويأخذ فلوس يعني يقال هكذا وشيء الثالث ان فتح يعني تركيا يعني ممكن ساعد بعض الناس لتأييد التدريب او هناك بعض الاشخاص في المعارضه <applause> هم ذهبوا كان سهلا دخولا الى سوريا والخروج يعني لا يوجد هناك امن حالي واعلان <applause> يعني اعلان الدايش في تركيا يستفيد داعش من هذا، يعني انت تعطي خبر هو عمل شيء سيء، هذا يكون ايضا اعلانهم يعني نعم يساعد يساعد له كانه بمثابه دعايه له. نعم، لذلك هناك اخطاء تركيا موجوده يعني طيب انا اريد ان اسال طبعا بعد الفاصل في بهذا الخصوص الى اي حد السياسه التركيه الخارجيه التي كانت تعتمد ما يعرف بسياسه تصفير مشاكل مع دول الجيران كيف انعكست الى العكس تماما بعد الربيع العربي وما الذي تغير او ينبغي كان ان يتغير وفق هذه الحالات في الرؤيه التركيه بعد الفاصل اذا سمحت لي اذا فاصل قصير مشاهدينا ارجو ان تتفضلوا بالبقاء معنا أحييكم من جديد مشاهدينا ومع ضيفنا الاستاذ حسن بيتماز وهو نائب رئيس حزب السعاده التركي نجدد بك الترحيب استاذ حسن قبل الفاصل تناولنا موضوع التنظيمات الارهابيه واثرها في الداخل السوري واثرها على تركيا ايضا في الداخل في حوار مع صحيفه طرف التركيه ب 8 2 2014 القيادي في حزب السعاده النائب محمد بكار اوغلو يقول أن الذهنية الموجودة لدى حزب العدالة والتنمية الحاكم وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام هي نفسها معتبرا أن الطرفين لا يختلفان إلا بالأسلوب إلى هذا الحد يصل اتهام حزب العدالة والتنمية يعني يتهم العدالة والتنمية على أنه يمارس نفس التوجهات التي تمارسها أو يمارسها داعش في سوريا والعراق الشيء الأول محمد بكر ولو ليس نائبنا حالياً هو ليس هو من حزب السعاده حاليا الان هو النائب رئيس حزب الجمهوري <applause> هو كان منا في يعني في 2004 حتى 2009 هو استقاله <applause> 2009 يعني لم يعد منتميا للحزب وبالتالي لا, هو لا يعبر عن منطقه ولكن حزب السعاده ولكن في الانتخابات البلديات نحن رشحناه في البلديه <applause> ليس له وظيفه في التنظيم في الحزب كنائب او مصاعد ليس نعم. له والان هو انتقل الى حزب الجمهوري واصبح مسؤول الدعايه. نعم اولا هذا وانا لا اوافق على هذه الكلام يعني لا نستطيع ان نقول اسلوب داعش واسلوب حزب العداله والتنميه نفس الشيء لا نستطيع ان نقول ولكن اخطاء حزب العداله والتنميه في اسلوبه في حل المشكله هو اوجد الداعش في او اسهل سهل سهل الامور الداعش في دخولهم او وجودهم في, في سوريا في نعم. سوريا اي خطر تعتقدون قد ينعكس على الداخل التركي بسبب هذه السياسات يعني الخطر الاساسي انتقال الخطر من داخل سوريا الى فركية. نعم هذا هو الخطر الاساسي هم هم. لان من الاتراك ما كان موجود هناك اي شخص ينتمي الى الجماعات التطرفيه كما حدث وزير الخارجيه نعم ما كان هناك الا قليل ممكن نقول هم 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 هم. ولكن الان بسبب دعايه داعش في منطقه في العالم أو دخول شباب الأتراك إلى سوريا لأن يدخل إلى الجماعة المتطرفة نعم. بعد وجودهم في سوريا يجب عليهم أن يكون مكان آخر هذا أقرب شيء تركيا هو الخطر الأساسي الانتقال الجماعات التطرفية في منطقة إلى تركيا. الخطر الاساسي طيب بالنسبه للسياسه الخارجيه التركيه قام حزب العداله والتنميه في سياسته الخارجيه على ما يعرف بسياسه تصفير المشاكل مع دول الجيران وكانت ناجحه الى حد ما ما قبل ما يعرف بالربيع العربي هل تراها أن هذه السياسه كانت ناقصه في الاتجاه تجاه الدول العربيه ام انها فشلت في حقيقتها ام انه حصل نوع من الانقلاب في الموقف التركي على هذه السياسه؟ يعني لا يوجد هناك انقلاب في تركيا انقلاب بالموقف السياسي نعم يعني الـ الـ نية تصفير المشاكل مشاي. هو شيء جيد مم. ليس فقط الدول الإسلامية بل الدول الجيران كلها يوجد هناك عندنا مع دول إسلامية ويوجد أرمان ويوجد جورجيا ويونان بلغاريا نعم أيضاً لا نريد مشاكل بيننا بيننا وبينهم يعني لا نريد هذا نية التصفير هو شيء جيد ولكن أحياناً النية لا يكفي لأن أوضاع سياستك في خارجي يكون أمام اللغات يعني أنت تستخدم كلمات أو شعارات أو نارات ولكن التطبيقات لا يتناسب معه. <applause> يعني السياسه التركيه مع سوريا تغير بسبب طلب امريكا من من تركيا السياسه التركيه لسوريا تغير بطلب الامريكا تغيرت يعني كان علاقتنا بدأ التحسن بدأ الجلسات لجان الوزراء بدأ الرئيس البشار ورئيس أردوغان عملوا نزهة جولة في بحر عائلي نعم نعم هذا كان تحسن جيدا ولكن تحسن حتى تحسن على, على مستوى الصداقة الشخصية صح يعني وصل ارتفع التأشيرات يعني يعني التاشيرات عندما طلب اوباما من تركيا ان يكون مشاكل بيننا طبعا هم لا يقولون يجب عليكم ان تكون مشاكل لا يقولون هكذا لسان السياسي وحين الوقت عن قال انت لا تستطيع ان تسكن هذه الكرسي هذا لسان غير دبلوماسي لو هناك مشاكل يجب علينا ان نخلص في هذه المشكله لمصلحتنا نحن ولمصلحه الشعب السوري ليس لمصلحه الامريكا، امريكا <laughs> والغرب لا يفكر في سوريا ابدا لمصلحه الشعوب الاسلاميه هو يفكر لمصلحته، عندهم مشروع الاسرائيل الكبرى ويريدون وسوريا حاليا ضد هذه المشروع وعتبه لهذه امام هذه المشروع وهم طلبوا لاجل ذلك يعني تاييد المعارضه من قبل الغرب ليس لمصلحه الشعب التركي ليس لمصلحه الشعب السوري بل لمصلحتهم هم هل كان المطلوب من الرئيس اردوغان الا يعني يحتضن المعارضه السوريه تقصد في في, في تركيا؟ وألا يطلب من الرئيس السوري بالتنحي حقنا للدماء كما يقول رجب طيب أردوغان يعني لا نستطيع لا أن نقول خطأ قطعي ولكن هناك أسلوب كما قلت نتيجة الأسلوب هدفه أن يكون حل المشكلة نعم الآن حكومة التركية بدأ أن يتكلم أشياء أخرى <applause> يعني في البدايه كان يحاول ويعمل تشويق على المعارضه لتصليح التصليح الان يقول نحتاج الى محاور حوار آه يعني تغير الموقف التركي افهم من كلامك آه كان اكثر حده نعم وتصلبا تجاه الحل السوري الان يختلف الان, الآن يختلف أك... من الممكن انهم لا يعترف بسبب غرور السياسي نعم ولكن نعم. في الداخل الحكومه في الداخل حزب العداله والتنميه يقولون نحن اخطأنا في سياسه السورية ولكن لا يعترفون يعني غرور السياسه نعم هل لا الامر نفسه ينسحب في العلاقه مع العراق والعلاقه مع ايران لانه توترت العلاقه مع العراق بشكل قوي جدا في ايام رئيس الوزراء السابق نور المالكي الان في بدايه تحسن نعم. حتى توترت او يعني صار في خلاف حتى مع اقليم كردستان في في نعم. العراق يضاف له أن العلاقة مع إيران أيضا كانت إلى حد ما غير طيبة الآن يعني بدأ التحسن وسياسات في العالم وعلاقة السياسة التركية مع الغرب أحيانا يجبر أن يكون علاقتنا كما أن يكون يعني في الأساس يجب للتركية أن يكون علاقته جيدة مع العراق والإيران نعم مع أحياناً كل دول الجوار مع, مع دول الجوار ولكن نحن نعمل مقاطعة على الايران بسبب طلب الاتحاد الاوروبا وامريكا نحن نعمل مقاطعة الان مع الغرب ولكن الغرب الان يقول يعني طيب يعني قطع أميده أميت يستخدم يعني انتظاره من الطيب اردوغان قلله قلة <applause> لأجل ذلك يبحث بديل عن الطيب اردوغان. آه يعني الغرب الغرب كان يعول كثيرا على على الرئيس التركي الان رشا نعم. طيب اردوغان الان يفتش عن بديل اخر بديل اخر يحقق سياسات تتناسب مع مع الغرب نعم ولأجل ذلك طيب اردوغان يبحث له الميناء يحمي نفسه؟ يحمي نفسه أو فكرته أو حزبه نعم. أو اقتداره يعني والآن لذلك بدأ أن يستفيد من الإيران من إيران طبعا من مم. إيران والعراق يعني ليس فقط من كردستان يعني أسباب الانفتاح التركي الآن على العراق والإيران سببه هو قلق الرئيس التركي بحسب ما تقول أردوغان من مخطط خارجي للبحث عن بديل له في تركيا نعم طيب. أحيانا يقول رئيس أردوغان نحن يجب علينا خذوا الى الى شنغاي اتحاد الشنغاي نعم يعني عندنا يوجد وزاره الاتحاد الاوروبي نعم كيف تريد ان تنضم الى اتحاد الشنغاي؟ نعم هذا لا يجوز الذي يضم روسيا والصين نعم الدول الكبار ذلك ولذلك الان تركيا رجع الى أن يكون بين يستفيد من العلاقات الجيدة مع الإيران والأوراق يعني في تعديل في الموقف التركي في تغير في السياسات التركية كما تراه الآن حاليا نعم في تغير طيب إلى أي حد هذا يعني وكأنه يعود إلى نفس الطريق التي كنتم ترغبون بها أن تكون بها تركيا طيب إذا الآن ما الفرق ما الخلاف يمكن الحديث عنه أو ما الانتقاد أو النقد الذي توجهونه الآن للحكومة التركية إذا بدأت تنحو بالفعل بهذا الاتجاه الذي تراه أنه يحقق مصالح تركيا النية هو النية نعم يعني الفكرة فكرتي نحن نقول فكرتنا هذا نعم ونيتنا هذا النية تقصد الرؤية السياسية رؤية سياسية نعم. يعني الحكومة الحالية رؤية سياستهم ليس هذا هم هم. بل هم اصبحوا مجبورين ان يرجعوا الى هذا الى هذا الخط الى هذا الطريق لو هم يرغبون ان يكون الصلة احسن من الان هم ممكن يرجعون الى الغرب. <applause> وبالتالي يعني وكانه السياسه الخارجيه التركيه سياسه كما يصفها يعني الدكتور عقيل محفوظ وهو متخصص في السياسه الخارجيه التركيه انه لا تعتمد ل... 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 يعني هي دائما متقلبه وغير مستقره نتيجه نعم. لظروف عديده هل نعم. افهم من كلامك انه ما في رؤيه خارجيه لا يوجد رؤيه خارجيه في السياسه التركيه في السياسات التركيه كدوله يوجد رؤيه سياسيه بعيد عن العالم الاسلامي نعم كسياسات كدوله نعم. ليس كالحكومه كدوله من تاسيسه الى الان رؤيتهم و... واضحه واضحه هو موجود ولكن كحزب العداله والتنميه هم تربوا عند الاستاذ أربكان يعني الاستاذ أربكان كان يقول نحن عندما نعطي محاضره هم يلعبون كره القدم في الخارج هو شيء اخر ولكن لهم يجب عليهم ان يكون فكره سياسيه اخرى خارجي يعني <applause> أحيانا يميلون إلى هذا أحيانا يميلون إلى هذا هو ليس شيء جيد يعني واضح أن السياسة الخارجية التركية بشكل عام غير مستقرة فيما يتعلق بالتحولات التي تنتقل بها من طيف إلى طيف في دراسة للشيخ راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة التونسية حول حزب العداله والتنميه بما انه نتحدث عن سياسات حزب العداله والتنميه وما تاثر به من نجم الدين اربكان في السياسات الخارجيه حتى في السياسات الخارجيه اخذنا مقتطف مما يقوله في دراسته الشيخ راشد الغنوشي واريد منك تعقيب عليه لو سمحت إن الحركة الإسلامية التركية التي أسسها البروفيسور نجم الدين أربكان في صيغها المختلفة قد غلبت عليها الروح العملية ولم يعرف لها جهد في مجال الإنتاج الفكري. فمؤسس الحركة مهندس يحسن لغة الأرقام والتخطيط وقد طبع التيار بطابعه. أما الغذاء الفكري فمستمد في أصله من فكر الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في الباكستان وحركة النهضة التونسية. هو تأكيد آخر من زعيم له مكانته في الحركات الإسلامية على صعيد التنظير بمثل الشيخ راشد الغنوشي يؤكد أن العدالة والتنمية لم يخرج عن هذا الإطار الذي رسمه أستاذ نجم الدين أربكان الذي بدوره مستمد من فكر ورؤية الأخوان المسلمين ألا يعيد هذا النقاش من جديد إلى المربع الأول فيما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين على أنه حزب العدالة والتنمية بالفعل هو يستعمل ما يعرف بفن الممكن في تطبيق السياسات ليس هناك مشكلة في التطبيق بل في الرؤية في الرؤية. الأن مع مشكلة يعني ما خلاف خلافنا مع حزب العدالة والتنمية حاليا نعم هو ليس في التطبيق بل في الرؤية بل في الأفكار بل في الأحداث يعني هو مشكلة يعني أقول تطبيق الـ يعني النظام الربوي هو يعني هو لا يقول انا ساطبق هذا، هو يقول هذا الفوائد حقيقه الدنيا لا نستطيع ان نتخلى عنها. ونحن نقول هذا هو ليس نظامنا اقتصادي، بل نظامنا الاقتصادي هو نظام الاقتصاد العادل، عندما نجد فرصه نطبقه. الا ترى أن هذا عباره عن دعوه الى انقلاب جذري في المجتمع والسياسه والدوله التركيه وهو امر قد لا يسمح لكم يعني حتى بتطبيقه في تركيا. لا يعني يسمح لنا لو تجد فرصه يعني لماذا لا يسمح؟ انت صاحب السلطه وعندك قدره تغيير القوانين، تغيير الدستور، تغيير النظام. لماذا لا يسمح لك؟ حصل انقلابات عديدة على 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 الأحزاب التي أسسها أربكان يح... وكانت تدعو إلى ذلك. يعني إذا نتحلى أو نت أو نتنازل عن أفكارنا بسبب الانقلابات؟ هل نت... هل يجب علينا أن نتنازل بسبب الانقلابات علينا؟ يعني ولا أحد يطلب ذلك أستاذ حسن لكن البعض يقول إنه السياسة ليست هي عبارة عن صراع صدامي كلياً بمعنى إما أن أنتصر أو أن أخسر كل شيء هي هي سياسة خذ وطالب وبالتالي البقاء في المربع الأول فيما يتعلق بهذه المطالب قد لا يسمح حتى بتحقيق رؤية الحزب مستقبلاً يعني في هذا الصدد لا يوجد هناك إلا شعب التركي عنده مشاكل بالتأييدك أنت نعم يعني 2002 لو لم يوجد لو لم ينتج حزب العداله والتنميه بعد الحكومة الثلاثيه نعم كان كانت دور حزب السعاده هم هم يعني الناس كانت ستعطي اصواتها الى حزب طبعًا السعاده وهو يحكم يعني طبعا م. يعني بمعنى بمعنى اخرى حزب العداله والتنميه سرق الثروات الماضيه لحزب السعادة للحركة الأستاذ أربكان كلا. ليس فقط حزب السعادة نعم. يعني سرق الماضي يعني هل هل بإمكان أن تؤسس حزب اليوم وغدا يصل إلى 35% في يعني هل بإمكان في عالم أنا أؤسس الحزب وغدا أدخل انتخابات وأحصل إلى 35% في لا هو جهد الأستاذ أربكان من السبعينات إلى ألفين وتغير الأوضاع في تركيا، الناس بدأت أن ينتمي إلى فكرتك ويؤيدك في نفس الوقت بينشق لحزب اخر ليقطف الثمره كما نعم. تقول في سرق الثمره سرق انا اقول الثمر. سرق يعني في اشاره الى انه طبعا حزب العداله والتنميه بعد تاسيسه مباشره حصل على نسبه 35% من الاصوات التركيه في الانتخابات نعم. الاولى له بال2000 نعم طيب التجربه الاسلاميه في تركيا بشكل عام هي تجربه على الاقل في العالم العربي البعض ينظر اليها نظره تقدير واحترام ويريد الاحترام الاحتذاء بها او الاقتداء بها والفت في ذلك كتب، يعني على سبيل المثال في كتاب التجربه النهضويه التركيه يقول صاحبه هناك خمس شروط للاستفاده من هذه التجربه. تجديد الدماء السياسيه واشراك الشباب والثقه بالمجتمع وافراده في العالم العربي، ترسيخ مفهوم ان السلطه هي خدمه للشعب وليست مغنما واقعا في سلوك الدوله والمعارضه، سؤال الانجاز هو الفيصل في تقويم المسؤولين، العمل المؤسساتي داخل المؤسسات ووصول نتائج النهضة لكل مواطن ولكل بيت بمعنى أن تكون العدالة الاجتماعية عدالة شاملة للجميع هو طبعا صاحب الكتاب يريد أن يقول أن هذا ما حصل في تركيا برأيك الآن هل ترى هذه التجربة الإسلامية في تركيا سواء, سواء سميناها إسلامية أم غير إسلامية هي تجربة تستحق الاقتداء في العالم العربي الذي يموج الآن بالأضطرابات والصراعات لا يعني هناك العالم الإسلامي مشكلتهم أساسية ليس صاحب الرؤية ليس صاحب الرؤية نعم يعني كيف ينجز عالم الإسلامي من مشكلاته لا يوجد الآن هناك منظومة يعني هذا المؤلف ممكن يقيم بعض الاشياء بعد حصوله ويستفيد بعض الكلمات جيده نعم ولكن التنازلات الاساسيه في يتعلق بالاساس تنازلات الحكومه التركيه نعم. يتعلق بالاساس ليس نجاحا لا يعتبر نجاحا أبداً. طبعاً ابدا وبالتالي لا يمكن الاحتد... الاقتداء به لانه لم تكن هناك رؤيه صحيحه بحسب نعم. ما تقول لان هناك آه لو اقتداء يحتاج الى الاشياء حقيقيه نعم. ليس في النارات او شعارات. شعارات يعني مم. مثلا الحكومه التركيه في دوس طيب اردوغان قال 1 مينيت ولكن علاقة التركيه تجاريا كان مليار دولار الان 10 مليار دولار مع إسرائيل. نعم. الشعارات لا يفيد شيء يعني عندنا كسياسة في عالم الإسلام نحن نشوف لا إلى الكلام بل نشوف ماذا عملت أنت يعني أنت تقول هذا ولكن تعمل عكس هذا بل عالم الإسلام يقنع من شعارات إذا أفهم من كلامك أن التجربة التركية الاقتداء بها في العالم العربي لا يمكن أن يكون صحيحًا أو أو مطلوبًا لأن الرؤية التي قامت عليها مع العدالة والتنمية غير صحيحة. كل الشكر والتقدير لك الاستاذ حسن بيتماس نائب رئيس حزب السعاده التركي شكرا جزيلا لك على هذا الحوار كما اشكركم مشاهدينا على طيب المتابعه والى اللقاء